قاعده بالبيت كنت ما احب اطلع منطوي اكثر شيء على نفسي كنا نخاف انه نطلع نروح ونجي سادين بابنا وقاعدين صح ما تنسين العراق ما تنسين قرايبك ما تنسين اهلك هناك بس شويه خف يعني بكينا وقهرنا شويه خف خدك لامع يا هواي عيني وضوع على بغداد ما اقدر اصبر الروح عيني واتحمل بعاد والله معذبني رغم ما احنا لاجئين لكن نريد نحس بوجودنا هذا الشيء كلش مأذينا انا اعتقد والمجموعه كليتها انه احنا نريد ناكد نفسنا انه احنا موجودين شويه شويه يعني العراقيه حبت الاردنيه الاردنيه حبت العراقيه يعني ما اعرف فد علاقه صارت كلش عميقه بيناتهم Now we are going to make an exercise. What do you do? The two groups have to build a tower. You build a tower with this rope. This rose. Okay. Yeah. Okay. Group number one here. With this exercise is like how to make them understand better. How to divide the roles. It's a team building game, so how to divide the roles among them. And it's, of course, a game that encourages participation, collaboration, and discussion, and you know, it's all about working together. And this is one of the most important aims for us, to build teams. خريطة مصغرة للمنطقة مالتنا حتى نعرف شنية الأشياء الموجودة بها وشنية الأشياء اللي نستفاد منها في أماكن هون فاضية فارغة بين الكير بين إنقاذ الطفل حابين نستغل هالأشياء العراقيين الأردنيين يستفادون من عندها يعني مثلا عندنا قطع فارغه نحاول ان نستغلها نسوي بها خيمه نسوي بها بازار منتوجاتنا اللي نسويها نحاول يعني نسوقها من خلال لاي بعد ما نحصل طبعا على الموافقات احنا كمجموعه نساء شنو نريد شنو احتياجاتنا شو اكتسبنا من الدورات عطشان حفنا سنين وار وعلى شوفك عطشان حفنا سنين مالي شغل بالسوق مريت اشوفك مالي شغل بالسوق مريت اشوفك عطشان حفنا سنين وار وعلى شوفك
قطعت عن المساعدة المالية، يعني بعد خلص يعني لازم اعتمد على نفسي، يعني شلون انا رح اقدر هسه اوفر مصرف 5 أولاد. فبديت اتعلم هذه شغلة النتش اللي هي بصراحة يعني غريبة بكل مكان، وبديت اجرب بالبيت على هواي قطع. اقدر يعني افكاري اصور افكاري اللي ببالي انا ارسمها، اقدر ارسمها وافنن بالمناظر وبالاشياء اللي يمكن تفيدني وتفيد الاخرين. Couples, you sit yes. together, close to each other. Where? You draw a house yes. together. أنتوا ماسكين لا without talking. إن الجوارح خبأت معنى لحبي فأذاعها الرسم بما كنا نخبي. مثل الرسمة احنا اثنين رسمنا واثنين متفقين على الكلام، ان احنا اثنين كنا روحان خافقتان في جسد. This game is also one of the issues is how we work together. أتذكر هسه منو كانت بيده على القلم ومنو كان ماسك ايد الله، كنت احس القلم هو يمشي لحاله، مو انا اللي ارسم ولا نادية ترسم. السلام عليكم. نشكر حضوركم اليوم. تعرفون احنا اليوم عندنا ورشه صناعه الزهور من البذور. هاي مواد اوليه متوفره بكل بيت، اشياء مو مكلفه كلش بسيطه، بس بالتالي راح تعلمكم مهاره حلوه وجديده تفيدكم، تستفادون من عندها بالهدايا وتتبادلوها فيما بينكم. ابلش احط السيليكون على اطراف الورقه وابلش اني الزق. زين عيني مستوى واحد وأبلش إلى أن أكمل أغلق الدائرة بنفس البذور. تقدرين تعرضين بالتالي منتجاتك على المجتمع وتقدرين تستفادين من عدها، وبالإضافة إلها مردود مالي أكيد النظافة، وكل ما كان النظافة بالعمل والتنسيق هذا بالتالي اللي حيدر عليك مال انت تقدرين توفري انت موجودة ببيتك والافراد عائلتك. احنا تقريبا من 17/4 بدينا برنامج محو الامية بناء على طلب اللاجئات العراقية. استطاعوا النساء أن يتعرفون على الأحرف وتركيب الكلمات وتحليلها، وبدأوا الحمد لله والشكر بدأوا يبدون يعني بالقراءة. يعني النساء العراقيات يتأقلمون مع البلد، فحسوا هم بحاجة للتعليم. التعليم يساعدهم يعني بإيجاد عمل. يا عمة في الوجه قد أحب وردة كلمة. احنا كالشعب العراقي كل البلدان العربية هي بلداننا. كبار السن سميناهم بمجموعة الرواد لأن هم أصلاً رفضوا كلمة كبار السن، لأنه كلهم رواد كلهم مربين أجيال. يعني هاي تقريباً 3 أو 4 رحلات عملنا لهم ترفيهية، فكان هذا متنفس لهم أنه نقدر نخرجهم من بيوتهم من العزلة من الإحساس بالغربة أنه هم تركوا بلدهم تركوا وطنهم. عالم اسمع بعد صوتي وانفاسي، وطني حبيبي واهلي وكل ربعي وناسي. نتمنى 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 انه يوم من الايام نرجع بعد ما تتحسن الظروف طبعا، ويجون الاردنيات هم وازواجهم وعوائلهم
ضيوف عندنا. هذا الحلو كاتلني يا عمه فدوش قد. نرجع للعراق، يعود الامان والاستقرار للعراق ونقدر نرجع. فدوش قد احب ورده كلمه انت شلون امدي كلها يمه يا عمه يا عمه. نرجع نرجع ان شاء الله نرجع. يا عمّا يا عمّا.